أكدت إيران مجدداً عزمها توجيه ضربة مؤلمة لإسرائيل رداً على اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران. ففي الساعات القليلة الماضية تحدث مسؤولون إيرانيون عن حتمية الرد القاسي على إسرائيل تنفيذاً لأوامر أصدرها المرشد الأعلى علي خامنئي. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه وفق توجيهات المرشد فإن الثأر لهنية هو واجب ديني ووطني وعلى إسرائيل أن تنتظر العقاب الشديد. من جانبه شدد القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقر كني على أن طهران سترد بشكل قانوني وحاسم على اغتيال هنية. أما اللافت فهو ما كشفه عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أحمد بخيش أرتستاني حول شكل الرد الإيراني المحتمل، إذ أكد أن الهجوم قد يستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام وسيكون مفاجئاً وبمساعدة أذرع إيران في المنطقة. وأضاف أن عدد الطائرات المسيرة والصواريخ التي سيتم إطلاقها في هذا الرد سيكون أكثر اتساعاً من الهجوم السابق على إسرائيل، ويمكن أن يصل عدد المقذوفات نحو إسرائيل إلى نحو 600 قذيفة حربية.